الوطن وفي خدمة الرياضة الجزائرية، ولكن نقول عامل يكون متضامن، لأن بما أن فيها حماد وحماد متألق ونجح وله خبرة وله تجربة وجوز المرحلة الحساسة الانتقالية اللي كانت بين مصطفى براف، يعني في المستوى المطلوب لا داعي باش يكون يعني رياضي آخر يعني يترشح. حنا نترك له المجال وحنا نعاونوا ونساعدوه، والخير مازال كل ما تحتاجنا الجزائر، حنا في خدمة الوطن وفي خدمة الرياضة.